يعني من اللافت والواضح التركيز الاسرائيلي على هذه القضيه، هناك جهد فلسطيني للمؤسسات الفلسطينيه المختلفه رسميه وايضا خاصه في انه بثبتوا بهذا الـ الـ هذه القضيه على انها فلسطينيه خالصه وانه هذا يندرج في اطار سرقه، اين وصلت هذه الجهود مقابل ضخ إعلامي كبير وأيضا أموال تجند من قبل دولة الاحتلال لتثبيت ما يعتقدون أنهم أصحاب حق نعم يعني هو هو صراع صراع هوية بشكل أساسي لأن يعني الهوية قضية مهمة جدا لأنه الناس عندهم تراث وعندهم عندهم هوية ما عندهم تراث ما عندهم تاريخ ما عندهم هوية فهم يعني بيشتغلوا على طرفين اضعاف الهويه الفلسطينيه اللي محوها و تماما مثل ما بيحاولوا يدمروا المخيمات الان مخيم جنين مخيمات و ينهوا القضيه الفلسطينيه من خلال انه قضيه اللجوء مشان يسقط حق العوده هذا بيعملوه نفس الشيء في الميزان التراث الشعبي هم بدهم يعملوا هويه عم بيعملوا هويه من لا شيء من لا شيء لانه ما فيش هويه في جماعات متفرقه سكان في مجموعة مختلفة حتى تتكون هويه لابد من ثلاث عناصر اساسيه، عمق تاريخي ولنا هذا العمق التاريخي اللي من عهد الكنعاني حتى الان، ومجتمع بعيش في في المنطقه حتى يتكون مجتمع الناس بده تخلق ثقافه، ثقافه وتراث وعادات وتقاليد والى اخره، والشيء الثالث انه ارض يعيشوا عليها هم قد يعني يعني قد يحاولوا تزوير التاريخ تزوير القضية تزوير الرواية الإسرائيلية تزوير كل شيء لأن إسرائيل قامت على كذبة وعلى أسطورة وه... وهذه خلقت مجموعة كبيرة من الأساطير اللي بيحاولوا يروجوها أه. لكن ضعف الهوية يعني تماما طلع كيف قديش بيجربوا يعملوا أعياد ويسوقوها عشان يوحدوا الناس يوحدوا أشتات ما فيش مجتمع ما فيش شيء اسمه مجتمع اسرائيلي، لانه المجتمع لازم يكون متجانس، اما انا لما اكون فلسطيني سواء كنت في لبنان ولا في امريكا ولا في فلسطين ولا شيء، بعرف انه فلسطيني هناك شيء جامع نعم، في في مجموعة أشياء ورموز مشتركة، مجمو... الهوية تتشكل من رموز مشتركة كبيرة، كبيرة العدد، فالرموز المشتركة اللي بيني وبينك وبين أي واحد فلسطيني في أي مخيم في لبنان ولا في الاردن ولا في اوروبا ولا الى اخره، الرموز المشتركه ما زالت موجوده وصعب تنمحي لانه عمرها تاريخي قديم ممتد في يعني حتى اللهجه حتى اللغه حتى, اللغة حتى الى اخره، هاي هاي الرموز بتشكل هذه الهويه اللي لا يمكن ازالتها، يعني قد يسيطر على الارض زي ما بيعملوا الان بيسيطروا بيستوطنين على الارض، لكن الثقافه الموجوده عندنا ثقافتنا كلها ثقافة أو الهوية كلها مم. تتعلق بالأرض يعني اللي أنشأ الثقافة الأرض فإحنا إذا بنحكي عن الأرض بنحكي عن آلاف الرموز الموجودة بالأرض الأهراث ولا شابة والقسمة والحصيدة وال... 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 وكل واحدة تتفرع عنها آلاف الأشياء مم. فإحنا هاي هاي بتزولش من الذاكرة فأحنا بنجرب ولكن بقى... بدأت ذاكرة أخرى ب... تتشكل دعني. إذا سمحت لي سيد نبيل بدأت ذاكرة أخرى تتشكل هي ذاكرة في المجتمعات الغربية التي تستهدفها الرواية الإسرائيلية بشكل أو بآخر اليوم أي فلسطيني ممكن يخرج خارج فلسطين يشاهد بعض المنتجات تطريز وطبعا استخدموا على شركة عال إسرائيلية للطيران أي ممكن أبنية قديمة ما إلى ذلك تروج على أنها إسرائيلية خالصه اذا في ذاكره جديده نعم. بتتشكل نتيجه لضغط كبير ولاموال ولدعايه كبيره صهيونيه صحيح. اسرائيليه في هذه الدول نعم هم يصرف يعني كانه لانه اغنى ناس يعني الصهاينه اللي بدعموا هذول من اغنى اغنى العالم فهذا النظام الرأسمالي البشع زائد الصهيونيه الابشع والصليبيه الابشع ايضا يعني المتمثله بامريكا والدعمها المطلق لاسرائيل هي هي يعني كانها تعيدنا تعيدنا الى تاريخ الصليبيه الحروب الصليبيه هم يعني اسرائيل لا تعتمد على نفسها لحالها كمان تعتمد على القوى الخارجيه وبتصرف اموال على هذه وبتصرف اموال على الدعايه انا رايت في نيويورك في احدى المتاحف من ست طبقات مش عارف شو اسمه المتحف بعرف بعرفش الجامع تابع لجامعه كولومبيا الشطوه البيت تبعت بيت لحم مكتوب عليها شطوه اسرائيليه فرحت على تاع المتحف قالوا لي بنعرفش احنا هذا اللي بنعرفه هذا, هذا ما وصل المعرف... الينا هذا الم... هذا اللي اجانا فهم مضبوط ليش ناشطين؟ لانه واحد بده يعمل إشي غير الواحد اللي عايش هذا الإشي انت تطلع على قديش احنا تحت الضغوط الصهيونية المباشرة العسكرية والاقتصادية والحروب اللي بشنوا عليها والثقافي والسياسي والفكري وإلى آخره ومع ذلك احنا عايشين مطمئنين في بيوتنا م. رغم الخطر اللي بتهددنا لكن عايشين مطمئنين حرية الصهيوني لا لانه عارف انه هو بيسرق ارض بعرف انه بيسرق ارض وبعرف انه بطرد لما الاصل في ذلك بين المتزوجين الحقيقه انه احنا اصحاب الحق والحقيقه والحق الحق على على هذه الارض فلذلك نعيش مطمئنان طيب منظمات من دوليه كاليونسكو ما هي او ما الدور المنوط بها في مثل هكذا حالات؟ لانها تسجل يعني هي سجلت نعم. وهناك تسجيل وزاره الثقافه سجلت عدد من الاشياء اللي هذه خاصه بفلسطين صحيح سجلتها واحنا ساعدناهم على جمع اشياء كثيره، يعني وزاره الثقافه المحققة قدمت كثير من خلال اليونسكو، يعني احنا مره فتره من الفترات كان موظف يعني عقدنا مع اليونسكو عشان نساعد وزاره الثقافه. جميل. فجمعنا الحكايات الشعبيه، جمعنا عن الاكل الشعبي، جمعنا القصص اشياء كثيره اللي اخذنا نجمعها من خلال اليونسكو واليونسكو سجلت لنا اشياء كثيره من الاشياء الموجوده بس لكن مش كل شيء ما زالت وزاره الثقافه تسعى الى تسجيل اشياء كثيره خاصه بالشعب الفلسطيني وتساعدهم في ذلك هذا يعني هذا فضل لا يمكن انكاره لليونسكو اللي قدمت كثير من المساعدات لوزاره الثقافه وزاره الثقافه تستعين بكل الجهات يعني كل واحد المختلفة بما فيهم الدكتور شريف وأنا ومجموعة من الباحثين فهذا دور يعني كان لكم دور كبير سيد نبيل في هذا المجال ولكن أيضاً هناك بعض الناس يقللون من أهمية هذه القضية وكما أشرنا هي وما تفضلت هي مرتبطة بالهوية الوطنية التلاصمية بالهوية نعم مرتبطة بوجودنا وتاريخنا على هذه الأرض ولكن هناك من يقلل من أهميتها على أنه يعني يمكنهم أن يدعوا أو يقدموا أي رواية ما يشاءون لا. ونحن أصحاب الحقيقة ولكن تعزيز هذه الرواية ربما يغير في, في بعض الحقائق على مستوى العالم التعبير صحيح م. بالعكس يعني الآن العمل الأكاديمي مرات والعمل الحقلي والعمل الميداني في التراث الشعبي هذا يقدم الرواية الفلسطينية يعني إحنا لما نقدم نكتب خمس مجلدات عن الحكاية الخرافية فقط دكتور شريف وأنا خمس مجلدات عن الحكايات الشعبية الفلسطينية من وين بدهم يجيبوا حكايات؟ هم اخذوا حكاياتنا الفلسطينيه والمصري واليمني والباكستاني والى اخره وعملوا بيعملوا من شيء بس مش متناسقه، يعني لو بده يجوا الباحثين الاكاديميين يعرفوا بيقولوا انه هذا هذا زيف و مش مش معقول مش هذه الحكايات ف يعني لا يجوز ان نترك لهم الساحه يعملوا اللي بدهم اياه ويزوروا على قطرهم واحنا ساكتين، فعلينا ان نعمل أن نعمل نروي روايتنا من خلال أعمالنا الأكاديمية من خلال الحكايات والكتب الدراسات الفرق الشعبية الفنون يعني تسجيلها بالمؤسسات الدولية باليونسكو وغير اليونسكو فهذا لحاله يعني لا يكفي أنه نتركها صح إنها هوية وراسخة ومش خايفين عليها عندهم هوية عم بصنعوها عم بشكلوها اللغه بتلاقيها من مجموعه لغات خليط من مجموعه لغات ايش من العربيه وايش من الاسباني وايش من الفرنسي وايش من الايطالي فهذا المج... هذا هذا جزء من اصطناع هويه مم. لما تصطنع هويه بيختلف عن هويه اصيله صحيح وال... والفرق بين المصطنع والاصيل يل... يعني يتجلى الان في فيما يجري في عند الاحتلال صراعات من كل الاشكال والانواع صراعات حتى وصلت للمستوى السياسي والعسكري والى اخره ونتنياهو وغير نتنياهو ومجموعات متناقضه تمام التناقض م. لانه لا يمكن شعبنا موحد شعبنا موحد امام يعني مع المقاومه كل شعبنا واقف مع المقاومه وننتظر النصر عشان يعني النصر اللي تحقق عشان اشياء اخرى يعني هذا تقريبا في اجماع عليه على انه احنا شعب مقاوم للاحتلال مقاوم للصهيونية بالطرق السياسية وهذا بكل العس... كل كفيلة كل كل الدولية بأنه شعب محتل حتى لو يقاوم الاحتلال نعم بيقاوم الاحتلال كلنا متفقين على المقاومة مقاومة دبلوماسية مقاومة سياسية مقاومة عسكرية مقاومة بالقوة لكن كلها احنا نسير في خط واضح واحد العقل الفلسطيني عقل مقاوم مقاوم بكل الاشكال بكل تاكيد وت... 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 وتوثيق وتوثيق الروايه الفلسطينيه توثيق وت... هو جزء من ال... هو من... جزء من المقاومه وجزء مهم واصيل جزء من حمايه انفس حمايه هذه الهويه من التزوير جميل جدا والكبير. ابرز التحديات اشرت الى انه انت ومجموعه من الباحثين والمؤرخين الاكاديميين عملتوا يعني على توثيق هذه المكونات المختلفه نعم. فيما يتعلق بالروايه الفلسطينيه ما التحديات التي تبرز هنا في اطار ايضا ما يقوم به الاحتلال اين توقفتم سيد علقم في هذه القضيه تحديات السرقه زي ما قلت انت بالمقدمه سرقة انه في سرقه وفي تزوير وفي أسرلة وفي كذب وفي الدبكه العربيه بيقولوا عنها اسرائيليه والفلافل بيقولوا عنها اسرائيليه واللباس بيقولوا عنها اسرائيلي م. والمطرزات بيقولوا عنها اسرائيل ولبسوا للعال فاحنا الرد دائما الرد يعني في ماده اللي الرد عليها مثلا لما صاروا يضيفوا المضيفات العالي لبسوهم بمطرزات اثواب بال أه. باول الثمانينات م. رحنا مش الرد بمقال رحنا كتبنا كتاب موسوعي اسمه الملابس الشعبيه الفلسطينيه بحثنا فيه من العصر الكنعاني حتى الان و والنفنوف والمطرزه والعقبة من وين انت كيف يعني بدأ حد يقرا هذا ويقرا هذا <applause> بس احد الاشياء اللي اللي معظم معظم حديثنا باللغه العربيه وللعرب، اللي بيعرفوا القضيه، انه هذا يجب ان يكون هناك يعني لغة خطاب اهتمام لغه باللغه الاخرى صحيح ان نخاطب الاخر، ان أه. نخاطب الاخر أه. لا يكفي انه نخاطب انفسنا لانه معظمنا عارفين يعني لا ممكن معظمنا عارفين في عندنا توريث الحكايه من جيل الى اخر يعني كل لكن واضح هذا لكن كلا. من ناحيه اكاديميه م. يعني ب... انا رحت على الجامعات في امريكا في زيارات اروح على المكتبات الاقي كتبنا والتراث والمجتمع وغيرها موجوده هناك موجود. موجوده واستغرب يعني حفيدي بدرس في بيركلي قال لي سيدي لقيت لك كتب هان فيعني <applause> يعني, يعني شوفوا قديش بيهتموا انه يجمعوا ويعرفوا كيف نفكر وكيف نعمل والى اخره ولو باللغه العربيه لكن هذا يساعد، اما لو في ترجمات ايضا لو نهتم بالترجمات يعني يكون عندنا مركز ترجمه فقط، مركز مم. ترجمه متخصص في هذا المجال متخصص يعني مم. يختار الاشياء اللي تصلح لان تكون رساله للعالم نشكرك جزيل الشكر سيد نبيل علقم المؤرخ والباحث في التراث الشعبي الفلسطيني على المشاركه معنا ولا كل هذه المعلومات القيمه، بارد شكرا بارد جزيلا بارد.